بعد أن تم حظر لعبة البوبجي وبعض الألعاب الافتراضية الأخرى، قامت جهات حكومية في محافظة المثنى بحظر لعبة كرة القدم الواقعية في إحدى الساحات الشعبية في محافظة المثنى، وذلك بسبب وجود استثمار من أجل بناء مقاهي شعبية مكان الساحة. فلنشاهد. يا جماعة يا ناس، هاي الساحة إذا راحت هاي الشباب كلها راح تضيع، تضيع كلها بالقهاوي وبالسوالف المكسرة. زين هاي الشباب عندها شهداء، عندها ناس بالحرب، انا واحد من الناس، كل هاي الناس احنا منتسبين، منتسبين يعني ما تمنع هاي الساحه، بس تمنع هاي الشباب، وين تضيع هاي الشباب؟ تضيع؟ تريدونها بالقهاوي وبالشغلات المو زينه؟ احنا لو نحكي صحيح لو نطلع عن الدائره، يا جماعه هاي الساحه انوخذت ب 14 مليون، 14 مليون باستطاعه كل انسان فقير يجيب 14 مليون ويسوي محلات، يريد يبني، يريد يسوي ساحات خماسيه. زين هاي العالم هاي وين تروح؟ بس فهمونا، تطلع عن الشارع ناس هاي عطاله بطاله، الوسيله الوحيده اللي مرتاحين بها هي رياضه، ما نريد من عندكم لا تعيين ولا نريد من عندكم شغل، نريد ساحتنا، ساحتنا صار لها 60 سنه هاي، جاي نشتغل عليها ولبت ناس وطلعت اجيال، تنوخذ عين عينك. هي هاي الدوله، الناشد المحافظ المسؤول الاول، والناشد كل انسان شريف عنده غيره انه ينقذ هاي الشباب. والسلام عليكم.